غدا باذن الله المفروض ان بتنتهي المرحله الاولى من مراحل السباق الرئاسي باغلاق اللجنه العليا للانتخابات باب الترشح، كما هيغلق ايضا الشهر العقاري ابوابه امام توكيلات المرشحين، ده بعد 3 اسابيع من تخصيص اللجنه لهذا الوقت ليتقدم المواطنون بطلبات يعني ترشيح مرشحين بعينهم. المرحله الثانيه من المفترض انها تبدا هي الخاصه بالطعون ثم الاستعداد للدعايه. تقدم اليوم المرشح المحتمل حمدين صباحي باوراق ترشحه للجنه العليا للانتخابات، توكيلاته وصلت حتى الان ل 31555 توكيل، يكون المرشح الثاني في قائمه مرشحين للرئاسه بعد المشير عبد الفتاح السيسي اللي تقدم باوراقه الاسبوع الماضي. المنافسه الان اصبحت واضحه انها هتكون بين السيسي وصباحي، لان مش محتمل ان يكون في بكره اي مرشحين بيتقدموا بأوراقهم، وخصوصا ان خلاص يعني الوقت انتهى وكان المطلوب 25 ألف توكيل على الأقل من 15 محافظة كحد أدنى. تقدم المستشار القانوني لحملة حمدين صباحي بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات علشان يحصل على رمز النسر، هو نفس الرمز اللي استخدمه في انتخابات الرئاسة الماضية، ربما يعني تيمنا بالحظ السعيد اللي حالفه كونه كان بيعتبر الحصان الأسود في سباق الرئاسة الماضية، ولكن للأسف اللجنة الانتخابية قررت حذف هذا الرمز من قائمة رموز للانتخابات المقبلة. صباحي تقدم بكل الأوراق المطلوبة، أوراق ترشحه، إقرار الذمة المالية وبكل ممتلكاته. بالنسبة للمرشح الآخر عبد الفتاح السيسي، أعلنت حملته عن تشكيل لجنة للشباب بقيادة الدكتور حازم عبد العظيم كأمين عام وعضوية كل من محمود بدر، طارق الخولي، محمد بدران، كريم السقا، حسام حازم، وزكي القاضي، هيكون هو مسؤول الإعلام والصحافة. بتعمل لجنة حسب بيان الحملة عن تنظيم لقاءات بتجمع المرشح الرئاسي المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي بكافة قطاعات الشباب، وده من أجل التواصل مع قطاعات الشباب المختلفة للتعرف على أفكارهم، وربما أيضا الاستعانة والتواصل معهم والتنسيق على أن هم يكونوا جزء من حملته ومن أيضا برنامجه الانتخابي.